الكثير من الدول تمارس انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الدول العربية منها، بحسب تقرير حقوق الإنسان العالمي الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية. بداية التقرير كانت من سوريا، حيث انتقد الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، مؤكدا أن تلك الانتخابات جرت في بيئة من الإكراه دون مشاركة غالبية السوريين، إضافة إلى عدم وجود بيئة آمنة ومحايدة لمشاركة الناخبين. كما أشار التقرير إلى ما قال إنها انتهاكات ممارسة من قبل قوات الحكومة وحلفائها، والتي شملت الهجمات العسكرية على المدن واختطاف المدنيين، إضافة إلى العنف الجسدي والاعتقالات غير القانونية. وسلط التقرير الضوء على ممارسات الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي التي تسيطر على مناطق من شمال سوريا، حيث أشار إلى أن هذه الفصائل نفذت عمليات قتل واختطاف وإخفاء قسري للسكان المدنيين، ناهيك عن عمليات نهب الممتلكات وتجنيد الأطفال ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية. أما في العراق فأشار التقرير إلى العنف والترهيب الممارس من قبل فصائل مسلحة بحق المدنيين، إضافة إلى الاعتقال التعسفي وعمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الحكومة. وخلص التقرير إلى أن السلطات في معظم الدول العربية تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، كما في لبنان والسودان ودول الخليج، وفق مسارات تختلف بين دولة وأخرى.